يعني احنا تطرقنا و شفنا هذا الفيديو كما شافوه المواطنين الجزائريين، واتخذت الاجراءات، التحقيق فتح. ومن على مستوى المديريه العامه للامن الوطني والاجراءات اتخذت، فنحن في دوله قانون. ولكل مسؤوليات ولكل حقوق، فالشرطي تم توقيفه واتخذت إجراءات أخرى لنكون أو لتكون هذه القيم التي تجمعنا كجزائريين في دولة الحق والقانون.